الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خذل المستثمرين وقرر إثر اجتماعه هذا الأربعاء عدم ضخ مزيد من الأموال إلى الأسواق بعدما كان قد ألمح إلى أنه قد يشتري مزيدا من سندات الدين. المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أن النمو الاقتصادي يتباطأ وكرروا قلقهم من عدم تراجع معدلات البطالة إلى أدنى من 8%. اجتماع الاحتياطي يأتي إثر صدور إحصاءات اقتصادية مقلقة في الربع الثاني من عام الولايات المتحدة المالي، فمعدل البطالة ما زال يفوق 8%، والنمو الاقتصادي والاستهلاك يسجلان مزيداً من التراجع. الاجتماع يأتي قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والمتوقع أن يتخذ إجراءات جريئة لمعالجة الأزمة في منطقة اليورو.